شجاعة ومن الطراز الأول، صريحة لا تخشى المواجهة، ودايما بنقول إن ساعة غضبها بتقلب الترابيزة على الجميع. باختصار كده، هي دي أنثى برج الحمل الناري. أهلا بكم، أتمنى طبعا إن انتوا تكونوا بخير. النهاردة حلقة يعني بتيجي فجأة، ولكن لطلبات كتير، يعني تقريبا مظاهرة في القناة كده، عايزيننا نتكلم عن برج الحمل، او امرأة او فتاة او انثى برج الحمل الناري، فهنتكلم عنها في الحلقة دي ارضاء طبعا لحبايبنا واصدقائنا مواليد برج الحمل الناري. ولكن في البداية خليني اقول لك سريعا كده، لو انت جديد عرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناة واضغط على زر الجرس عشان طبعا نفضل متواصلين مع بعض، وكمان يلا بقى ندوس اللايك التشجيعي للفيديو علشان نقدر ان احنا نوصله لكل ابراج الحمل، ويلا بينا نبتدي. قيادية ومن الدرجة الأولى، يعتمد عليها، تتحمل المسؤولية، ما تخافش، ممكن تقعد فترات طويلة وتعتمد على نفسها، يعني ممكن ما تحتاجش راجل، أو ممكن تقعد فترات طويلة معتمدة على نفسها وما هيش في احتياج لارتباط عاطفي، مش أي حد بيعجبها. أنثى قوي مع اللي يدخل قلبها وعقلها، دايما هي أو غالبا بتحكم الاتنين، ولا سيما في الارتباط العاطفي. هيبة صعب أوي إن أنت ما تكونش تعرفها وتروح تتعرف عليها إلا لما هي تديك الشجاعة لحاجة زي كده، ملامحها قوية، ومع ذلك أنت بتشعر إنها أنثى مختلفة. إذا كنت رجل أو شاب ضعيف الشخصية فأنت لا تصلح، وغالبا هي هتقولها لك بشكل مباشر. أنثى الحمل مش من الأبراج اللي ممكن تعلقك كتير من غير ما تديك الرد القاطع، هي بتحب إن هي تنهي كل حاجة، ما بتحبش إن هي يعني تبقى مش عارفة هي واقفة فين، بتحب يا تمشي في الطريق يا تنهي الطريق، ولذلك هي من أكتر الأبراج اللي تديك الرد الصريح، أو اللي أنت هتعرف مشاعرها تجاهك أول ما تحاول إن أنت تعبر لها. صعب قوي إن هي تتصنع، أي نعم في منهم ممكن يكون بيتصنع، ولكن الأغلبية ومن طباع أنثى الحمل ما بيعرفوش أو ما بيحبوش، ما بيحبوش، لأن هم يقدروا على فكرة إن هم يتصنعوا، ولكن بيحبوا دايما يعيشوا بشخصيتهم، واضحين قوي زي وضوح الشمس على فكرة. عنيدة وعصبية، لو اكتشفت إن أنت ما تستاهلش أو إن أنت ما تستاهليش بتبيع بسهولة وبتبيع بسرعة، وصعب إن هي ترجع تاني، وممكن تنسى بسرعة قوي، متعمدة. خلي بالكم، أنثى الحمل مش سهلة أبدا إن أنت تخطئ في حقها وتعديلك. أنثى الحمل من الأبراج اللي زي ما قلنا من شوية قوية جدا جدا، ومش أي رجل، عشان في ناس كتير بتسأل عن الارتباط العاطفي مع أنثى الحمل، مش أي رجل من الآخر كده بيملى عينها. أنيقة، ممكن تديك على فكرة كل حاجة مرة واحدة، وممكن أيضا تسحب منك كل حاجة مرة واحدة. خلي بالك قوي من المفارقة المهمة دي في شخصية بنت الحمل، ممكن لو حبتك تديك كل حاجة وتديك كل حاجة بسرعة، وفي نفس الوقت لو اكتشفت ان انت لا تصلح، ان انت ما تستاهلش، تسحب منك كل الامتيازات دي مرة واحدة، سريعة جدا ان هي تعمل حاجة زي كده. مش ضعيفة ابدا، ما بتحبش ان هي تبين ضعفها لحد غير اللي هو يعز عليها، مش من الابراج اللي دايما تلاقي دمعتها على خدها قدام اي حد. ممكن مع نفسها تدمع كتير، ممكن مع نفسها تعيش في حالات حزن، ولكن قدامك، ولا سيما لو ما كانش في بينك وبينها يعني قرب او ود او تعارف، لا صعبة دي قوي، صعبة قوي ان بنت الحمل تعملها. كمان هي من الابراج اللي حتى لو دخلت في دور اكتئاب بتخرج منه سريعا، لانها برج محب للحياة، برج محب للانطلاق، يعني اكتئاب انثى الحمل مش بيطول، مش بيقعد فترات طويلة، مش مملة، مش مملة ابدا، متمردة على فكرة، متمردة كمان على كل قواعد الروتين والملل، ويمكن ده من أجمل ما يميز الحياة مع أنثى الحمل الناري.
وكالعادة أخيرا وليس أخيرا، بس عشان ما نطولش عليكم في مدة الفيديو، ما تحاولش إن أنت تغصبها على حاجة، ما تحاولش إن أنت تتعامل معاها بصيغة الأمر، اعملي نفذي، مش هتكسبها كده ومش هتنفذ غالبا كده، ولو نفذت يعني صعب جدا إن أنت تقدر تسيطر عليها بالشكل ده، أو خلينا نقول صعب إن أنت تملكها بالطريقة دي. فاتبع معاها اسلوب العقلانية واللين، انسى الحمل بالذات، ما تتخذش معاها اي طريق من طرق العند، سواء حتى انت راجل، سواء ست، سواء هي صاحبتك، سواء اختك، قريبتك، بلاش العند مع انثى الحمل، لانها من اشد الابراج عندنا، واحنا قلنا قبل كده ساعة غضبها ما بتشوفش قدامها. مش هطول عليكم، ولكن كالعادة اكتبوا لي اراءكم وعرفوني بنفسكم. طبعا انا عرفت كتير قوي منكم من خلال تعليقاتكم، وبصراحة حابب ان انا اعرف اكتر واكتر، ونكونوا دايما متواصلين مع بعض. واللي نسي، خلينا نقول طبعا نسي ما نقولش كسل، يدعم الفيديو ده بلايك، يلا يدعمه بلايك عشان يدعم الفيديو، وإن شاء الله أكبر قدر من الناس يشوفه. هتوحشوني.